بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على المفسدين في ملك الرحمة. عادنا يا ربي يبين لنا، ذلك جزيناهم، أي ما سبق ذكره هو جزء من الجزاء الدنيوي إلى الفترة ذيك فقط. الله أعلم بهم شيخ الدرس، ولم يزيدوا عماه وسمات كبار لبعض التوانس وبعض المصريين، الله أعلم. ذلك جزيناهم بما كفروا، كفرت بالنعمة نال ما ناله كافرون قبل، كل سيلحقونك في ميدان الكفر. وهل كفروا وهل يجازى إلا الكفور؟ وهل يجازى بهذا العذاب إلا اللي يكفر بالنعمة ويبالغ في الكفر؟ تو كفر زلة ولا غفلة ولا حاجة، ممكن ربي ياخذها لمم، مش حاجة خطية كبيرة يتفلق فيها تفليقة كبيرة. وبعد يقول: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ونحن تعرضنا لهذا النعيم، ذاك إيش أمن في التنقل ويسر في بلوغ المقصد، لأن القرب والمسافات التي تفصل بين القرى ما إلى معنى، ما يش هك منفرة مش تسبب في عناء ومضيعة وقت. نسأل الله السلامة.